أهلا بكم إلى فقرة الاقتصاد، وتحضر معنا الزميلة فاتحة وعلي. فاتحة صباح الخير. صباح الخير عبد الله. نبدأ بآخر الإحصاءات، إحصاءات المقدمة من مكتب الصرف. الفاتورة الطاقية للمغرب تنخفض بنسبة كبيرة ما تم أبريل الماضي، نسبة تقدر ب 25.6%. عبد الله، انخفضت الفاتورة الطاقية للمغرب إذ بلغت 15 مليار درهم ما تم الشهر الماضي مقابل 21 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2015. وعزت إحصائيات مكتب الصرف هذا التراجع إلى انخفاض التزود بزيت النفط الخام بناقص 100%. وأشار المكتب كذلك إلى تراجع غاز النفط ومقتنيات زيت الغازوال وزيت الفيول، مسجلا أنه بالرغم من تراجع المنتجات الطاقية ارتفعت الواردات بنسبة 4.2%. دائما بالحديث عن أرقام مكتب الصرف، العجز التجاري بالمغرب تفاقم بنسبة 6.1% عندما تم شهر أبريل الماضي. تماما عبد الله، سجلت المبادلات الخارجية المغرب عجزا وتفاقما في العجز على مستوى الميزان التجاري بنسبة 6.1% ما تم أبريل 2016 وصولا إلى 52 مليار درهم. وأوضح مكتب الصرف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات سجلت استقرارا بنسبة 59.4% مقابل 60% نهاية أبريل 2015. ويرجع ارتفاع نسبة الواردات إلى الزيادة التي سجلت في شراء السلع التجهيزات والمنتوجات الجاهزة للاستهلاك وكذلك المنتوجات نصف المصنعة. ونواصل بخبر يتعلق باعتزام الجزائر، طلب شراء ناقلة للغاز، الغاز البترول المسال من الصين. والخبر عبد الله نقلته وكالة رويترز للأنباء بعد اطلاعها على وثيقة لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناتراك تفيد أن وحدة للشركة قد أرست عقدا قيمته 40 مليون دولار على شركتين صينيتين لتزويدها بناقلة لغاز البترول المسال مع خيار لشراء ناقلة ثانية. وحسب الوثيقة فإن اختيار شركة هيبروك للنقل البحرية التابعة لسوناتراك قد وقع على كونسورتيوم صيني لتزويدها بناقلة طاقتها بين 11 و13 ألف متر مكعب. وترفع الجزائر طاقة النقل لتلبية الطلب المتنامي على الغاز من الاتحاد الأوروبي، إذ تملك حاليا 8 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، 6 ناقلات لغاز البترول المسال، وسفينتين لنقل القار. نبقى في قطاع الطاقة وأسعار النفط التي قفزت إلى لتسجل أعلى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي. ارتفاع في الأسعار يقدر ب 2% عبد الله يرجع أساسا لتعطل عجلة الإنتاج النفطي في نيجيريا من جهة، ومن جهة أخرى يعزى لآخر معطيات بنك جولدمان ساكس التي تفيد بأن تخمة المعروض التي استمرت نحو عامين قد انتهت. واقترب سعر خام القياس العالمي مزيج برينت في العقود الآجلة من مستوى 49 دولارا للبرميل. وأدت حالات تعطل الإنتاج في أنحاء العالم والتي أوقفت إمدادات قدرها 3.75 مليون برميل يوميا إلى التخلص من تخمة المعروض، التي أدت لهبوط الأسعار بحوالي 70% بين 2014 وأوائل 2016. والبطالة في الأردن تسجل أعلى مستوياتها منذ 2008 بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني. بالفعل عبد الله، بنهاية العام الماضي ارتفع معدل البطالة في الأردن ليصل إلى 13%، إذ زاد عدد العاطلين عن العمل بنحو 36 ألف عاطل خلال عام 2015 ليصل إلى 209,600 عاطل بنهاية العام. وعز البنك المركزي الأردني هذه الزيادة إلى ما تعانيه البلاد من مشكلات في بنية سوق العمل، أبرزها استحواذ العمالة الوافدة متدنية الأجور على عدد كبير من فرص العمل. وسجل أعلى معدل بطالة بين حملة الشواهد الجامعية إذ بلغ 18.6%، الأمر الذي قد يعكس ضعفا في ملائمة مخرجات النظام التعليمي في الأردن مع احتياجات سوق الشغل. نختم بهذا الخبر، وشركة نيسان التي تواجه اتهامات بالتلاعب في انبعاثات العوادم. وكوريا الجنوبية هي من يتهمها، وقد أعلنت أن شركة نيسان موتورز اليابانية لإنتاج السيارات تلاعبت في انبعاثات عوادم سيارات رياضية، وأنها تعتزم تغريم الشركة بالإضافة إلى مقاضاة رئيس عمليات الشركة في سيول.
وقالت الحكومة إن نيسان استخدمت جهازا يساعد على توقف نظام التحكم في انبعاث العادم من السيارة خلال أوضاع القيادة العادية، بينما نفت الشركة ارتكاب أي أخطاء، فيما أكدت وزارة البيئة الكورية الجنوبية أنها تعتزم تغريم نيسان 330 مليون وون، وأنها ستأمر أيضا باستدعاء 814 سيارة كاشكاي بيعت في البلاد حتى الآن. ومن كوريا الجنوبية عبد الله ننهي النشرة الاقتصادية. شكرا لك فاتحة وعلي. مشاهدينا بعد الفاصل سنتوقف عند أهم ما تداولته الصحف المغربية والدولية مع سحر بن سليمان، أرجو أن تتفضلوا وتبقوا معنا.